هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لحكم استقبال القبلة أو الاستدبار في حال قضاء الحاجة، وبعض يقول الأشياء بنيت عند قضاء الحاجة وهي متجهة إلى القبلة، أما استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء هذا لا يجوز بالإجماع، حرام بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة عن الكعبة ببول أو غائط. وأما إذا كان في داخل البنيان هذا موضع خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شوهد يقضي حاجته مستقبل مستدبر الشام مستقبل المدينة، وكان داخل البنيان، دل على أنه في داخل البنيان أنه يقضي حاجته ولو إلى القبلة، لأن البنيان يحجز بينه وبين القبلة لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المدينة أمامه فإن مكة أيضا أمامه، لأن المدينة في الجهة اتجاه الشمالي من مكة المكرمة. ومن العلماء من يعمم النهي، يقول لا يجوز لا في المباني ولا في الفضاء، وهذا لا شك أنه أحوط إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر بأن كان المبنى قد أعد وموضع قضاء الحاجة قد أعد ولا يستطيع أن يتصرف فيه، فلا بأس بذلك إن شاء الله.